بين الكواليس. وانا طفله كنت طبعا لما اخش على المسرح والاقي الناس فاكرين بقى لبلبه واحده كبيره بقى وحاجه كده هتطلع يوم، ويلاقوا ايه حاجه كده بتدقلك طلعت، فطبعا يسقفوا جامد او انا اتخض ورحت داخله بين الكواليس واجري عليها فهي تكون واقفالي تروح زقاني، اروح داخله بقى وانا بالراس كده وان ايه ما فيش حاجه حصلت. فهي كانت بتشجعني. كنت بحس بقى ايه ان وانا كبيره بقى كبرت انه امها موجوده يعني، انما اللي لقط ده حسن الامام. قال ما تبصيلي بتبصي لامك. انا اتكسفت قلت له لا يا فندم انا بصلك اهو. قال لي بشرح لك. كان هو له طريقه.